أيضا للمزيد بينضم إلينا من منفذ رفح البري مراسل إكسترا نيوز عوض الغنام. عوض أرحب بك معنا إذن في هذه التغطية الإخبارية، ودعني سريعا أبدأ معك بالتفاصيل الجديدة لديك. عوض تفضل. هي تفاصيل جديدة كل لحظة نانسي، للأسف القصف مستمر في هذا التوقيت بكثافة شديدة للغاية على طول خط الحدود بشكل كبير للغاية، نتحدث عن 14 كيلو هي الحدود الفاصلة ما بين رفح المصرية ورفح الفلسطينية أو الحدود المصرية الفلسطينية. كل هذه الحدود يتم القصف فيها بالتزامن في أماكن متفرقة ومختلفة بشكل كبير، وتتباين بين لحظة وأخرى. لكن وأنا معك على الهواء منذ أقل من نصف دقيقة كان هناك قصف شديد للغاية من المدفعية ومن الطائرات الإسرائيلية، ولكن حدة هذا القصف استمرت عند منتصف الليل حتى الساعات الأولى من فجر اليوم، وعند منتصف الليل دخلت عدة دبابات إلى معبر رفح الفلسطيني واستولت عليه، ومن قبله كذلك معبر كرم أبو سالم من الجانب الفلسطيني. وقبل وصول قوات الاحتلال إلى المعبرين بعدة ساعات غادر طواقم العاملين والموظفين في هذه المعابر، غادروا على الفور هذه المكاتب، ولم تعد هناك أي خدمات تقدم في هذا التوقيت. وأنا معك على الهواء، احتلت بالفعل هذه المعابر من جانب إسرائيل، وبالتالي لم يعد هناك أي فرصة لأي فلسطيني داخل قطاع غزة بالمغادرة أو من الجانب الآخر للدخول إلى قطاع غزة. أهم المؤسسات التي دخلت على خط أزمة المعابر هي الأمم المتحدة من خلال مكتبها داخل قطاع غزة الذي حذر من استمرار هذه المأساة في المعابر، وقال بأن هناك وفد من الأمم المتحدة منع من دخول اليوم إلى معبر رفح. ولكن أهمية هذا البيان أنه حذر أن خلال يوم واحد فقط ستخسر منظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة ما لديها من رصيد من وقود. تعلمين ننسي بأن هذا المعبر المصري كان يمر منه كل صباح 6 سيارات محملة بالوقود، 4 منها بالسولار والباقي سيارات للغاز، وكان اتفاق بين الأمم المتحدة مع إسرائيل بضمانة أمريكية. هل تسمعي هل يصل إليك ننسي الصوت هنا واضح للغاية؟ نعم، حقيقة يعني القصف بشكل كثيف. نعم بالضبط. فهذا الاتفاق الذي جري من ذي قبل ما بين إسرائيل والأمم المتحدة ضمنت الولايات المتحدة أن تدخل هذه الشاحنات بشكل يومي، وسهلت مصر هذه المهمة بشكل هام للغاية، لأنه يمثل الرئة الوحيدة للطواقم الطبية والإسعافات داخل قطاع غزة، وكذلك السيارات التي تقوم بحمل المؤن وكل صور المساعدات والذهاب بها ليس إلى رفح ولكن إلى كل المخيمات في قطاع غزة. إذا كان الحديث أو البيان الذي تتحدث عنه الأمم المتحدة أنه لم يبقى إلا يوم واحد فقط من الرصيد الذي يكفي لحركة السيارات، ستكون لدينا مأساة كبيرة ومقدمة لمجاعة كبيرة، لأن الآن أغلقت الرئة الوحيدة لقطاع غزة الذي يحوي أكثر من 2.5 مليون من قطاع غزة مع العالم كله تقريبا. يعني أكد على نفس المعنى بيان الخارجية المصرية اليوم. كان من المنتظر، كان هناك حالة استنفار في الطواقم الطبية المصرية حينما أعلن بالأمس عن وصول 140 مصابا وجريحا، واستعدت الدولة المصرية من خلال قطاع الإسعاف والصحة لاستقبال هؤلاء الجرحى والمصابين لتقديم كل الخدمات لهم، لكن لم يعبروا اليوم، وذلك بسبب هذه المأساة من خلال احتلال إسرائيل المعبر من الجانب الآخر. والقائمة طويلة، نحن نتحدث فقط عن اليوم 140 فقط مصاب وجريح، ولكن هناك قائمة طويلة بعدد كبير من الجرحى. المشهد الأخير هو خاص بالوضع الصحي في مدينة رفح، لأن القصف الذي نتابعه الآن ونسمعه وأنا معك على الهواء هو في منطقة شرق رفح، ولكن لا يوجد في شرق رفح إلا مستشفى وحيد هو المستشفى الكويتي، وكان هناك مستشفى آخر يسمى مستشفى النجار ولكنه خرج من الخدمة نتيجة القصف الذي بدأ مع 7 أكتوبر وراح. بالمناسبة يعني كثير من الناس لا يعتقدون بأن إسرائيل قد قصفت من قبل رفح، لا، تعرضت رفح لقصف شديد عبر نحو 7 أشهر وراح ضحية ذلك 2000 شهيد وعشرات
مئات من المصابين. فبالتالي مستشفى النجار داخل مدينة رفح خرجت على الخدمة، لم يبقى إلا مستشفى واحد هو المستشفى الكويتي. مدير هذه المستشفى خرج منذ قليل باستغاثة يطالب في المنظمات الدولية بسرعة التدخل، لأن هناك عشرات من المصابين يتم نقلهم إلى هذه المستشفى ولا يوجد أي دعم صحي بأي شكل من الأشكال. لأن من ضمن سلبيات إغلاق هذا المعبر أيضا صور الدعم الخاص بالمستشفيات والاحتياجات الضرورية الخاصة بالمستشفيات. أضيف إلى ذلك إلى معبر كرم أبو سالم الذي أغلق منذ 48 ساعة، فأصبحنا الآن في مأساة أخرى بشكل آخر من المأساة قد تصل إلى حد المجاعة. وربما تابع العالم بالأمس ما قام به عدد من المستوطنين وسكان إسرائيل يعني الاستيلاء على المساعدات التي دخلت من معبر كرم أبو سالم. هذا هو المشهد نانسي، ونحن سنتابع سويا على مدار الساعة كل مستجد هنا يحدث عند حدود اللهب إنجاز التعبير، حدود النار الفصيلة. وكنا نرى أيضا من الجانب الآخر من الجانب الفلسطيني بعض الصواريخ التي تنطلق في اتجاه غلاف المستوطنات في هذا الاتجاه، ولكن القصف الإسرائيلي ما زال هو سيد الموقف بشدة بالغة للغاية. نرى ونسمع ونتابع تأثير ذلك علينا بشكل ملحوظ. تفضلي ننسي لو لديك أي تساؤل على المشهد. يعني الصوت واضح للغاية، صوت القصف الإسرائيلي للمدن في رفح الفلسطينية. وخليني أسألك، يعني تفضلت بذكر نقطة مهمة للغاية، أنه في هذا الوقت لا أحد لا يدخل غزة أو يخرج من غزة من الفلسطينيين. هذا هو واقع الأمر للأسف. والخارجية المصرية في بيانها حملت إسرائيل تداعيات ذلك، لأن هناك عدد كبير من المصابين ومن الجرحى. بالمناسبة لم يكونوا ينقلوا فقط إلى المستشفيات المصرية، هناك عدد من الدول كقطر وتركيا والإمارات وعدد كبير من الدول العربية وغير العربية كانت قد يعني وضعت قوائم لفتح أبواب مستشفياتها لاستقبال عدد كبير من المرضى. والبيان الصادر عن وزارة الصحة بالمناسبة الفلسطينية أيضا يطالب هذه الدول التي وعدت بتقديم كل هذه التسهيلات بضرورة أن تضغط على إسرائيل. السلطة الفلسطينية كان لها بيان مقتضب تحدثت فيه أو حملت المسؤولية بمعنى أحرى للإدارة الأمريكية بأنها هي المسؤولة الرئيسية وراء دعم حكومة نتنياهو وجرأتها فيما تقوم به الآن في قطاع غزة وتحديدا في مدينة رفح وبالأحرى في شرق رفح، يعني مهددة بأن نحن قاب قوسين وأدنى من مأساة إنسانية كبيرة. سأترك هذه الصورة بقايا زميلي أحمد سامي، وأنا معك على الهواء بقايا أحد القنابل التي ربما سقطت أو الصواريخ لا أدري، لكن هي معك الآن هذه الصورة على الهواء وهي قريبة منا للغاية ننسي. صحيح. نحن نتحدث تقريبا عن 200 متر فقط تفصلنا عن عملية هذه العملية التي تمت منذ قليل، وللأسف تأثيرها على مدار الليل بشكل متواصل لا يتوقف على مدار الساعة. وربما العالم تابع دخول هذه الدبابات الإسرائيلية بالأمس إلى محور أو محيط معبر رفح الفلسطيني، وكانوا يحملون الأعلام الإسرائيلية طبعا ضاربين الحائط بكل الاستغاثات الدولية التي صدرت من منظمات دولية أو من عواصم العالم تحذر تل أبيب بعدم الدخول والإنجرار إلى الدخول إلى رفح، لأن ذلك سيكون له تأثير كبير على سكان نحو نتحدث تقريبا ننسي عن أكثر من أو ما يقرب من 1,400,000 من سكان قطاع غزة. اليونيسف بالأمس كان لها بيان تحدثت على أن هناك 600,000 طفل هم نازحين أصلا من المخيمات ومن شمال غزة للوصول إلى مدينة رفح، والآن إذا استمرت هذه المأساة سيكون بلا مأوى وستكون هناك جريمة إنسانية إبادة جماعية إنجاز التعبير حسب التوصيف الدولي لهذه الممارسات نحن بانتظارها. إذا استمرت إسرائيل فيما تقوم به حتى الآن ربما يعني ما تقوم به دور من وساطة خلال الساعات القادمة يغير المشهد بشكل كبير، خاصة مع قدوم الإعلان عن قدوم وفد إسرائيل للقاهرة وكذلك وفد من حماس ووصول رئيس المخابرات الأمريكية إلى القاهرة. كل الأخبار وكل يعني الأفئدة في فلسطين مؤكد هي صوب القاهرة، لأنها هي العاصمة الوحيدة التي تلعب دور مؤثر وتاريخي في هذا التوقيت. صحيح. لحماية أهل غزة من مأساة ربما تنتظرهم خلال الساعات القادمة. يعني نتمنى يعني النجاة لكل الأشقاء طبعا في قطاع غزة، ونتمنى حقن الدماء بشكل سريع. أخيرا عوض، دعني أسألك عن يعني إن كان لديك معلومة عن عمليات النزوح إلى المدينة التي أشارت إليها إسرائيل بالأمس في منشوراتها التي تم توزيعها على الفلسطينيين في رفح.
نعم، هو النزوح كما يعني كنت أتحدث معك في بداية هذه التغطية أن العمليات متمركزة في شرق رفح. نعم. وشرق رفح جغرافيا طولها 14 كيلو، هي الفصيلة ما بين الحدود المصرية والفلسطينية، لكنها لم تدخل بعد إلى غزة، فجزء كبير من سكان هذه المنطقة ذهبوا إلى مدينة رفح مباشرة، إلى قلب مدينة رفح، لكن لم تبدأ عملية برية ما تقوم به إسرائيل حتى هذا التوقيت، هو فقط قصف مستمر. نعم، سواء من صحيح. الطيران أو من المدفعية، ولكن بالنسبة للمدرعات والدبابات هي وصلت إلى محيط معبر رفح فقط، لكن هي على مسافة قريبة من مدينة رفح. أما المكان الذي تحدثت عنه إسرائيل وأنزلت من خلاله عدد من المنشورات هو مسافة ما بين رفح وما بين خان يونس، وللأسف حتى هذا المكان الفلسطينيين كان لديهم تجربة سابقة ذهبوا إليه ولم يجدوا أي خدمات أو بنية تحتية على الإطلاق، لأنه أيضا البحرية الأمريكية عفوا البحرية الإسرائيلية أيضا تقصف من جانب البحر كل هذه الجوانب. نعم. أخيرا كان هناك بيان صدر منذ قليل يتحدث على أن إحدى الأسيرات كانت توفى يعني ماتت جراء إصابة تعرضت لها منذ 7 أكتوبر، ومعها أحد الأسرى الآخرين، لأنه لا يوجد أي مراكز طبية أو الحصول على الأدوية الكافية أو العلاج الكافي للتعامل مع مثل هذه الحالات. على كل حال نحن بانتظار الساعات القادمة وما سيقدم عنه نانسي، وسنبقى معك إذا جد جديد في هذا المشهد. نعم. في هذا التوقيت أنا الحقيقة بشكرك عوض يعني على كل ما تفضلت إليه من تفاصيل وهذا الشرح الوافي للمشهد. أنا طبعا بشكرك عوض الغنام مراسل إكسترا نيوز، كنت معنا من منفذ رفح البري، شكرا جزيلا لك.